هم يكذبون كمال الحيدري في مسألة التكفير ويمارسونه عليه. فإذا كنتم وهو مرجع شيعي تكفرون وتفسقون وتضللون هذا التضليل وتخونونه، فكيف بالمسلمين؟ الحمد لله الذي يفضحكم ببياناتكم ينفون تكفير المسلمين. لماذا يا عباس؟ أعمل نفسك ميت، أعمل نفسك ميت. لماذا يسقطونه ولا يواجهونه؟ القرآن علمنا منطق منطقا وقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا قلت أنا شيء، الآن أتكلم عن نفسي أعزائي، المشاهد الكريم يراني على الفضائيات وملايين الناس يرون هذه الحقيقة. إذا قلت شيئا ولم أستطع أن أثبت ذلك بدليل فعليك أن تسائلني، عليك أن تسائل من ترجع إليه في كل مسألة علمية ودينية وعقائدية. جربه. بلي نعم نعم، اذهبوا واسألوا، اذهبوا واسألوا، اذهبوا واسألوا. لماذا؟ لماذا أنه لا بد أن تبقى الأمة في عمى وتبقى الأمة في ضياع وتبقى الأمة في جهل حتى يتحكم فلان وفلان؟ لأجل من؟